إذا بطل وضوء الإمام وهو في الركعة الثالثة ثم ذهب يتوضأ ورجع للإمامة، ما يفعل هو وما يفعل المأمومون؟ الأفضل ألا يرجع للإمامة، الأفضل أن يقدم غيره وهو يقضي بعد ذلك لوحده. لكن لو قدر أن وقع هذا الأمر أنه هو يبدأ من جديد، هو يستأنف صلاته من جديد وهم يأتون بالركعة الثالثة والرابعة، ثم لهم أن ينوي المفارقة ويقضوا صلاة ويتم صلاتهم وحدهم، يعني بعد أن يقرأ التشهد، هو بالنسبة له التشهد الأول، هو بالنسبة لهم التشهد الأخير، ويسلمون أو يكمل ما بقي له.